بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان عبر قنواتكم المفضلة دائما On Time Sports، من قلب الأحداث الرياضية أولا بأول، وكما عودناكم دائما سنكون معكم في قلب الأحداث الرياضية. واليوم هي كرة اليد المصرية من مدينة الأسكندرية، عروس البحر المتوسط، من أرض المحروسة. هنتابع مع بعض لقاء يجمع ما بين النادي الأهلي ونادي سبورتينج من صالة نادي الأولمبي، اللي النهاردة تزين لاستقبال عالم المحترفين، أعرق أندية الأسكندرية ومصر النادي الأولمبي. النهاردة النادي الأهلي بيلعب لقاءه وهو يطمع طبعا للثلاث نقاط، سبورتينج ثالث الدوري، الأهلي أول المحترفين في المرحلة الثانية. طبعا حضراتكم عارفين المرحلة الأولى انتهت من الذهاب والعودة، وطلع أربع فرق من كل مجموعة. الأربع فرق لعبوا على بطولة المحترفين في المرحلة الثانية من المجموعة الأولى والثانية. النادي الأهلي النهاردة زي ما بقول لحضراتكم بيلعب عشان الهدف الرئيسي الثلاث نقاط، خصوصا بالأمس فاز على نادي الأولمبي وحصد من النقاط ثلاث نقاط ليصبح رصيده 34 نقطة. سبورتينج بيدخل اللقاء وهو معاه من النقاط 29 نقطة، ويهمه انه يحافظ على موقعه في المركز الثالث لعالم المحترفين، ليصبح ثالث المحترفين، وخصوصا المتبقي هي المحطة القادمة بإذن الله. عموما النهاردة سبورتينج هيقوده محمد عبد السلام المدير الفني وجهازه المعاون لسبورتينج، وهيقود النادي الأهلي كابتن طارق محروس المدير الفني، ومعاه محمد يحيى كمدرب عام، ومدرب الحراس محي صلاح، وهاني عباس المدير الإداري، ورئيس الجهاز كابتن ياسر الرملي. النهاردة عبد السلام معاه نبيل عبد المولى ومحمد علي عبد العزيز إداري، ورئيس الجهاز كابتن علاء الصعيدي. أول التمريرات مودي على شمالنا بالأخضر سبورتينج، على يميننا الأهلي بالأحمر. أول الكرات تمرير، لعب الكرة على الدايرة الشهادي، ياخد رمية جزائية في أول كرة. شادي يحكم اللقاء الطاقم محمد لطفي ومحمد ابو حشيش، وعلى الميقات والمسجل كابتن وائل صلاح وسيد رجب. مودي يتصدى الطيار لاول الكرات، ومودي ياخد رميه جزائيه ثانيه في هذه الثانيه. بيتابع مودي، تصدى الطيار للكوره، عصام الطيار حارس مميز طبعا، شارك مع منتخب مصر في بطولة العالم الماضية هنا في أرض المحروسة. عمر محي يحرز أول الأهداف. عمر محي مواليد 88 لسبورتينج، واحد سبورتينج لا شيء الأهلي. تمرير البدراوي، فيصل، اسلام حسن،
يلعب الكرة عايز يعدي مع كاستيلو، ياخد رمية حرة. كاستيلو بيطلع جاهز من الجناح اليمين، ساب الكرة يرجع مرة تانية عادل، يلعب الكرة الفيصل لإسلام، عنده مهارات عنده تصويبات ويحرز إسلام حسن أول الأهداف للنادي الأهلي. إسلام السهم المصري عملها كويس هنا في الإعادة، حلوة قوي الإعادة، حلوة قوي، تبين الخداع. يا سلام كمان لو تيجي بثانية بدري، سرعتها مهمة قوي الكورة مع الحركة الفنية، لأنه لما راح شمال جه يمين بقى سهل قوي التصويب من بعيد. يطلع شادي من على الدايرة، سامح باك يمين، ياسين يسيب الكرة لسامح، عايز يعدي يسيب الكرة لمودي اللي يلعب الكرة تروح في الجناح لعمر محي، يرجع مرة تانية مودي يجهز لياسين، لكن المصري يعمل حائط صد، أبو حشيش ولطفي بيدوا رمية حرة. محمد أبو حشيش بيقول رمية حرة، تمرير يطلع شادي يسيب الكرة تسامح، إذا لعب السلبي لكن يروح معاه الطيار، فاول مهاجم الطيار، يلعب الكرة لفيصل البدراوي عايز يمر، ياخد رمية حرة. المصري يغير خلاص، المصري بيعمل الهجمة السريعة لما تخلص يطلع. مرة تانية عادل بيحجز على الدايرة، فيصل يقدر يشوط، فيصل يعدي كويس قوي، يلعب الكرة على شمال أحمد وليد، يلعب الكرة مرة تانية مودي لياسين اللي ياخد رمية حرة 2-1. صالة الأولمبي أقدم الأندية، تمرير مودي يقف قدامه فيصل، يلعب الكرة لياسين اللي عايز يلعب الكرة لشادي على الدايرة، الطيار يتصدى الطيار لكن في رمية جزائية. نشوف الإعادة الكرة دي نجيبها بقى إيه من قبليها لغاية قرار الحكم، لم يتردد ثانية واحدة محمد لطفي. مظبوط كده، عمر محي والطيار، لكن تصدق كويس قوي الطيار الكرة اللي فاتت. 2-2 التعادل ما بين سبورتنج والأهلي. سبورتنج عامل موسم جيد قوي قوي السنة دي، مرة تانية إسلام تمرير، عبد الرحمن يلعب الكرة لزيزو، مرة تانية إسلام يلعب الكرة حلوة قوي على الدايرة لأحمد عادل، لكن ياخد رمية حرة. مرة تانية إسلام يلعب الكرة حلوة لفيصل، بيشوط الكرة بره، يجري على طول سبورتنج، ياسين بيقول له عدي، رمية حرة. بيوقف الوقت في الكرة اللي فاتت كابتن محمد وحشيش عشان يدي التعليمات كده. مرة تانية يستأنف مودي، يلعب الكرة حلوة قوي لياسين اللي عايز يغير اتجاهه، لكن رجع مرة تانية ياسين، سامح مودي يلعب الكرة لياسين، تتقطع تروح للبدراوي اللي يعمل هجمة سريعة، موجة رباعية تروح لأحمد عادل ويحرز الهدف عادل، انتقل من نادي الجيش للنادي الأهلي هذا الموسم مع كابتن طارق محروس. مرة تانية يلعب الكرة حلوة، تمريرة رائعة
من مودي، عملها كويس قوي لعمر ايمن في الجناح اليمين، مواليد 92 عمر ايمن ابن سبورتنج. لكن الكورة اللي لعبها مودي كورة فيها كتير قوي من الملاحظة والتركيز والذكاء. اسلام يجهز لفيصل، تروح للبدراوي اللي عايز يلعب الكرة العادل، يلعب الكرة، يتصدى وليد، لكن في ايقاف دقيقتين لياسين. مظبوط، محمد لطفي لا ياخذ قرار الا بعد ما يقول له ايوه ايقاف دقيقتين، وفعلا في الاعاده واضحه جدا من مخرجنا. كاستيلو للرميه الجزائيه، وليد مباراه فرديه، يحرز كاستيلو الجناح اليمين للنادي الاهلي، مواليد 98 كاستيلو، عمر كاستيلو حصل على الميداليه البرونزيه في بطوله العالم للشباب الماضيه مع مدربه الحالي كابتن طارق محروس، لارض المحروسه بشباب المحروسه، حصل على ثالث العالم شباب النيل الجميل، ودائما وابدا سيكون جميل باذن الله. مره ثانيه عايز اعدي، يلعب الكره المودي، يلعب الكره على الدايره، لكن ادي تحت فرصه، المرمى خالي، الهدف خالي، ويحرز الهدف زيزو، استلم الكره كويس قوي وجري كويس قوي عبد العزيز ايهاب اللي لعبها له الطيار، هو كمان حصل على البرونزيه في بطوله العالم للشباب الماضيه مع مدربه الحالي. 8 لاعبين مواليد 98 بيجدد بيهم زي ما قال لي كابتن طارق محروس صفوف الاهلي مره ثانيه هذا الموسم. تمرير عايز يعدي يوسف، عفروتو يرجع بيها مره ثانيه، يعدي يوسف، لاعب عنده مهارات، لاعب عنده قدرات. هو ومودي عملوا مباراه كبيره قوي 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 امام الزمالك مره ثانيه. رميه حره، اذا انا بلعب سلبي من حكمان اللقاء. مودي يلعب الكرة، تيجي في حائط الصد، لكن جت في لاعب من ال لا تلعب بره، جري على طول كاستيلو ويحرز الهدف 6-3. الكرة اللي فاتت اللي شاط الكرة وما كانوا عايزين رمي الجانب قال لا، ابو حشيش قال لا، ما جاتش في حد يعني. تمرير مودي بيقول 5-1، نشوف ياسين اكتمل خلاص سبورتنج، سامح يلعب لمودي تحته شادي، يرجع مرة تانية عمر محي بيطلع له قافل المصري ويقابل مودي، يلعب الكرة لسامح، قافلين الدفاعات، قافلين الدفاعات، دفاع 6-0 بالتغطية، يلعب الكرة المرة دي، يدخل المرة دي رمية جزائية للمرة التانية في هذه الثانية، يلعب الكرة رائعة البسيوني، محمد هشام البسيوني مواليد 90، لاعب عنده دهاء وذكاء في التمرير، عمل اهو التغيير، خد رمية جزائية سبورتنج من عمر ايمن. البسيوني احد اللاعبين اللي حصلوا على رابع العالم مع الكابتن عبدو عبد الوهاب للشباب. هيشوط محي، عمر محي، ويحرز الهدف 6-4 لصالح النادي الاهلي.
تمرير اسلام يحجز له على الدايره ياخد فيصل الكوره يلعب حلوه قوي الكوره هات الاعاده الافاده لازم تيجي الكوره دي من استلامها بس بعد ما تخلص الهجمه عايز يعدي مودي يلعب الكوره السين السين الهدف للهدف السرعه للسرعه اعزائي المشاهدين والقناه اون تايم سبورت محترفين الرجال قطعها مودي قطع التمريره كان عايز يمسكها بايده 7-5 عادل استلم الكره باليمين لعبها بالشمال ده لاعب الدايره جيري سبورتنج عمل الهجمه السريعه عن طريق عمر محي اسلام فيصل كاستيلو عايز يشوط يسيب الكره لاسلام عايز يمر يلعب الكره مره ثانيه لفيصل البدراوي فيصل اسلام يشوط من الثبات ينهي السكات السهم المصري في 2009 حصل على رابع العالم في الصالة الكبرى بمجمع الصلاة في أرض المحروسة مع شباب المحروسة إن شاء الله دائما وأبدا محروسة تتنقل على طول إسلام إسلام حسن بدأ المشوار من باكوس ثم انتقل للنادي الأهلي أحد اللاعبين المؤثرين المميزين شارك مع منتخب مصر في 8 العالم و7 العالم في ألمانيا والدنمارك في 2019 وفي مصرنا هنا في 2021 مرة تانية سامح عايز يلعب الكورة على الدايرة تسعة خمسة ياسين يلعب الكورة المودي سامح باك اليمين تحت شادي لاعب دايره هايل شادي عايز يعدي مودي يلعب له الكوره لكن رميه حره الاربع لاعبين في الخط الخلفي عارفين ازاي التمرير بيكون مفيد مع شادي مره ثانيه مودي عايز يلعب الكوره لياسين ويدخل ويحرز ياسين عملها كويس قوي قوي محمد ياسين بدا مشواره مع كره اليد من النادي الاهلي ثم انتقل للجزيره وهليوبلس والجيش ثم سبورتنج الاخين بيلعبوا في الفرقتين سواء محمد ياسين او عمر ياسين لسه ما شفناش عمر يلعب للنادي الاهلي 9-6 تمرير يلعب الكوره لاسلام اسلام عايز يمر يلعب الكرة لفيصل اللي عايز يشوط البدراوي تقاطع الخط الخلفي تروح الكرة على الدايرة نزل سيد محمد السيد الخبرة الكبيرة في حراسة المرمى السيد اسلام البدراوي فيصل يقطع البدراوي ينزل على الدايرة عايز يشوط اسلام ساب الكره لفيصل يمر فيصل لكن واقف قدامه كويس قوي هنا في الدفاع عمر محي خارج الملعب خارج المرمى تروح سيد لمودي عايز يجري بسرعه عبد السلام بيقول له خد بالك وانت بتجري عايز يمرر الكره لشادي عبد السلام كان صح ترجع مره ثانيه من اسلام لزيزو يجري عليها باستبسال ياخد الكره اخر جمال شوف الإعادة الكرة كانت هتخرج بره اهي لمها ورجع بيها ولعب الكرة حلوة قوي قوي عمل مباراة عمره في مباراة فرنسا للشباب مع طارق محروس في بطولة العالم للشباب المباراة اللي فزنا عليهم في دور التمهيدي هذا اللاعب انتقل من نادي سموحة للنادي الأهلي من موسمين ياسين عايز يلعب الكرة المودي يلعب الكرة تروح تروح من الجناح اليمين لسامح بيقول له سيبها وفعلا سابها له فيصل يلعب على الدايرة للمصري السيد تتنقل على طول لشادي ياسين عمر محي في انفراد تام
يقلص الفارق لهدفين 10-8 10-8 يخرج المصري، تصدى كويس قوي سيد محمد السيد حارس المرمى الخبرة الكبيرة، السيد مواليد 84، زيزو يلعب الكرة، اسلام فيصل يلعب تصويبة قوية قوي من اسلام، شوف الاعادة خد الخطوة ازاي ونط ازاي، جنب بتاعه مع خطوة واحدة وشاط الكرة سريعة قوي قوي. مرة تانية ياسين، ياخد رمية حرة، الحكم بيوقف الوقت، عملها كويس قوي اسلام، الكرة اللي فاتت ارتقى كويس بس بخطوة واحدة يعني، او اهو حلو قوي اهو خطوة واحدة وراح شايط، ما كانش فيه التانية. هنا بقى الصعوبة على السيد لان ما حدش قابل اسلام، هو لاعب عنده امكانيات عالية قوي، اسلام عالية قوي، ما نسالوش مباراته امام اسبانيا في المباراة الحاسمة، يعني مصر كان لازم تفوز لانها كانت طالعة بنقطتين في بطولة العالم للشباب هنا في مصرنا، كان لازم نكسب اسبانيا عشان نوصل الى المربع الذهبي في الوقت ده. مرة تانية علي الشادي على الدايرة، لكن رمية حرة، ابو حشيش يوقف الوقت، يستدعي عامل الملعب، يوقف الملعب والوقت، من منطقة المنوفية كابتن محمد ابو حشيش مواليد 84، كان صانع العاب بالمناسبة لنادي الوطني منوف، تمرير عايز يعدي، يلعب الكرة لياسين، يتصدى الطيار، يتصدى الطيار، 11-8 ياسين، محي يلعب وينزل، يروح مرة تانية على الجناح الشمال، تقاطع يسيب لي سامح، سامح عايز يلعب لمودي، فعلا لعب لمودي، قافلين دفاعات الاهلي، اذا انا بلعب سلبي من حكمان اللقاء، عايز يعدي سامح، يسيب الكره لياسين، يسيب الكره النور، لكن يغير الامور الطيار في الزاويه الضيقه، يشيل الكره فيصل يلعب للمصري يحرز الهدف للنادي الاهلي، ابراهيم المصري عملها كويس قوي، المصري بدأ مشواره مع كرة اليد من نادي المقاولين العرب ثم انتقل بعد كده لنادي الشرطة ومنه للنادي الاهلي، لعب على مستوى الشرطة برضو مع الكابتن طارق محروس بالمناسبة، تمرير عبد الله عايز يعدي، يلعب الكرة لسامح لمودي، اللي عايز يلعب الكرة لسامح لكن يلعب الكرة احمد عبد الله لمودي، يغير اتجاهه مودي، يلعب الكرة بشكل غير عادي، يا شادي بيقوله رمية مرمى، لمس خط الستة متر، يجري الاهلي عايز يلعب الكرة على الدايرة، تتقطع الكرة تروح رايح لوحده شادي، رجعت له مرة تانية في هذه الثانية، يحرز الهدف 12-9 لصالح النادي الأهلي، تمرير يلعب الكرة نعمان، خد مأمورية الهجوم الآن مكان إسلام، نعمان زيزو يجهز كويس قوي الفيصل، في اول مهاجم تتنقل السيد، يلعب الكره المودي، بص هنا بقى صانع الالعاب ذا رؤيه عاليه قوي، لكن الطيار بيشيل انفراد تام بالمرمى،
يروح البدراوي يلعب الكرة لأحمد عادل، السيد يتصدى، لا لا لا، السين السين، السرعة السرعة، مهارات الحراس، لهبت المباراة حماس. الحارسين شالوا الكورتين، لكن رمية جزائية على سبورتينج. ادي الكورة، ادي عادل يتصدى، قبلها على طول سيد ده سيد قبلها على طول الطيار شال كورة في انفراد، لا لا لا، قام سيد نزل له دكتور علي حسن، مرة تانية هيشوط رمية جزائية المتخصص كاستيلو، السيد يهوش، مباراة فردية، يحرز كاستيلو 13-9. مباراة جميلة في عالم المحترفين. نزل احمد عبد الرحمن على الدايرة، يطلع يلعب الكورة، لاعب دايرة مؤثر عنده خبرات كتير، مودي يلعب الكرة في الجناح ويلعبها حلوة قوي، الكابيتانو فرج اللي خد دلوقتي مسؤولية الجناح اليمين، يعدي كويس نعمان بالمهارات، الآن بالمروحة، شوف الإعادة، بيلف دراعه كامل كده يعني بشكل مروحة ويعدي ويشوط الكرة. نعمان بدأ مشواره من المدينة الباسلة، أهو عدى كويس، ادي المروحه ويعدي كويس ويلعب الكره كويس قوي، حلوه قوي الاعاده، هايله من مخرجنا. بدا مشواره نعمان من المدينه الباسله بورسعيد، ثم لعب للجياد، لعب لسموحه، لعب مؤثر قوي، ثم الاهلي. عبد الرحمن من احد مشاويره النادي الاهلي، لاعب الدايره، تروح الكره في الجناح ويلعبها من الجناح اليمين وهيخاف دقيقتين. محمد هشام البسيوني ياخد ايقاف دقيقتين. هادي عبد السلام بينبه على اللاعبين، 15-11، بيدي إذن باستئناف اللعب كابتن وائل صلاح، مواليد 77، كان حارس مرمى مع سيد رجب النهارده، حكمين مميزين جدا سواء الميقاتي او المسجل. سيد رجب كان باك ليفت، لعب للشرقيه والسويس والجيش، اللعب كويس جدا سيد رجب، وكان حارس هايل جدا وائل صلاح. تمرير عايز اعدي، حلوه قوي التمريره، شوف احمد عبد الله عملها ازاي، استلامها كويس قوي عبد الرحمن، احمد عبد الرحمن، وادي نعمان يشوط الكوره تيجي في القائم والسيد، مره تانية في نقص عدد لسبورتنج، يمسكها عفروتو، يسمع كلام عبد السلام، فرج. نزل سامع على مستوى الباك اليمين وفرج على مستوى الجناح اليمين، في نقص عدد السبورتنج، يطلع احمد عبد الرحمن يلعب الكره لسامح، يغير اتجاهه يلعب لعفروتو، عنده مهارات، عنده اختراقات، عبد الله عنده التصويبات، ادي عفروتو عايز يعمل الاختراق، رميه حره، عمر محي بيقطع من الجناح الشمال، احمد عبد الله عايز يعدي يلعب الكره لعفروتو اللي غير اتجاهه، لكن قطع كويس قوي المصري، في وقت مستقطع كان طلبه كابتن عبد السلام في الكره اللي فاتت، لكن هنشوف الحكمين لطفي وابو حشيش ايه القرار.
الكرة تروح للنادي الأهلي. الوقت المستقطع تم بعد ما الكرة وصلت للنادي الأهلي. القرار كده خلاص تروح للنادي الأهلي، ما يبقاش وقت مستقطع، يعني ما ترجعش هجمة مرة تانية لسبورتينج. بيستدعي كابتن أبو حشيش عامل الملعب. 15-12 لصالح النادي الأهلي إلى الآن في اللقاء. النادي الأهلي يتصدر في المرحلة الثانية، أقوى هجوم بيلي نادي الزمالك ثم اليوبلس ثم طلائع الجيش والأولمبي اللي عامل موسم كبير قوي، والظهور اللي عامل مفاجأة كبيرة في الكاس، وصل المربع مرة تانية. تروح الكرة حلوة قوي، عبد العزيز إيهاب زيزو بيدخل من الجناح الشمال ويحرز الهدف. 16-12 مرة تانية. تمرير عبد الرحمن يلعب الكرة لعفروتو، يلعب الكرة مرة تانية لسامح. عفروتو يعدي كويس، يسيب الكرة كويسة قوي للباك الشمال لسامح، جملة تكتيكية يحرز الهدف سبورتنج. تقاطع الخط الخلفي وتوصل لغاية الباك اليمين، لكن السرعة هنا، عايز يلعب الجزيري على الدايرة، رمية حرة. هنشوف قرار الحكمين، لو جت الكرة اللي فاتت في الإعادة نتفرج على تقاطع الخط الخلفي. الجملة دي دفاع الأهلي بيلعب 6-0 وبيعمل تغطية دفاعية، عملوا إيه؟ مع حجز الدايرة مع أحمد عبد الرحمن، الخط الخلفي كله عفروتو وأحمد عبد الله عملوا التقاطع من ورا بعض، وصل عبد الله لغاية سامح ساب له الكرة اللي اخترق وشاط الكرة من على الستة متر. كانت جملة تكتيكية حلوة قوي. الكرة اللي فاتت أهو وصل لغاية فين؟ أهو دخل فين بقى؟ يا وتنط برجله اليمين وشاط الكرة بإيده اليمين. مهارة تانية، مهارة تانية ومرونة ورشاقة من سامح. نزل له عبد السلام يطمن عليه المدير الفني. 16-13 مباراة قوية ما بين الاثنين، سبورتنج والأهلي، عالم المحترفين لكرة اليد. الجزيري، نعمان الجزيري، تمرير عايز يعدي الجزيري، يسيب الكرة النعمان اللي بيشوط الكرة قوية تيجي في القائم وترجع لسبورتنج. يجري عفروتو مرة تانية بيقول له روح. عبد السلام رجع، احمد عبد الله عايز يشوط، يلعب الكرة لفرج وبياخد عبد السلام. الوقت المستقطع لسبورتنج عشان يدي التعليمات، نتابع مع بعض هيقول ايه. بينتهي الوقت المستقطع، طلبه كابتن محمد عبد السلام المدير الفني لنادي سبورتنج، النادي اللي تأسس عام 1890، كان بداية تأسيسه في 10 سبتمبر بالتحديد، أحد أعرق الأندية، افتتح رسميا في 10 سبتمبر 1890 لما حضر حفل الافتتاح في الوقت ده الخديوي توفيق. سبورتنج تمرير مودي، نزل مرة تانية احمد عبد الرحمن يطلع من على الدايره
يسيب الكرة لمودي اللي عايز يعدي مودي بالمهارة ياخد رامية جزائية ودفاع من داخل الستة متر بيوقف الوقت ابو حشيش. بص الكرة عمل ايه اهو هوش وراح رامي نفسه جوه الستة متر مع المصري لا يتردد ابو حشيش في الرمية الجزائية 16-13 بيستدعي عامل الملعب عشان الطيار طبعا ممكن يطلع خطوه بره ويحاول يصد الكوره بعد ما وقع مودي جوه الستة متر هو والمصري 16-13 التقدم لصالح النادي الاهلي سبورتنج هيلعب الرميه الجزائيه مودي الباسيوني يهوش ويحرز الهدف ويقلص الفارق لهدفين 16-14 البدراوي مرة تانية الجزيري صانع العاب الدولة التونسي عايز يلعب الكرة لأحمد عادل على الدايرة قافل هنا الدفاع كويس قوي على الستة متر نور خالد مرة تانية الجزيري عايز يلعب الكرة لعب الكرة حلوة لامس خط ستة متر تروح لسيد يلعب الكرة لمودي سلم الكرة أحمد عبد الله يروح لمودي عايز يلعب لعبد الرحمن على الدايرة أو يشوط من بعيد ويشوط الكرة مودي يقلص الفارق لفرق هدف 16-15 مرة تانية يلعب الكرة أسامة الجزيري تروح لنعمان قابله كويس بيغيب عن اللقاء كمان قاسم وبياخد الوقت المستقطع كابتن طارق محروس للنادي الاهلي المدير الفني للنادي الاهلي عشان يدي التعليمات نتابع مع بعض هيقول ايه بينتهي الوقت المستقطع اللي طلبه الكابتن طارق محروس للنادي الاهلي فكره التاسيس للنادي الاهلي كانت بدايتها في عام 1907 لغايه 1916 للنادي الاهلي لما طرح عمر لطفي بيك فكره تاسيس النادي الاهلي في العقد الاول من القرن كانت الفكره بعد كده من خلال رئاسته لنادي الطلبه للمدارس العليا اللي انشئ عام 1905 فكره انشاء النادي الاهلي تاريخ كبير مرة تانية جزيري يلعب الكرة النعمان ويشوط الكرة وتيجي برة مرة تانية مودي يلعب الكرة لأحمد عبد الله اللي عايز يعدي يلعب لمودي اللي هيشوط لا مرر الكرة لفرج ياه يتعادل الكابيتانو لسبورتنج غير اتجاهاته مع السرعات شاط الكرة كويس قوي احمد السيد فرج مواليد 85 بيلعب على مستوى الباك اليمين او الجناح اليمين يمتاز جدا بتصويباته الذكيه فيصل التعادل 16-16 نعمان عايز يعدي يلعب الكرة كويس للبدراوي يتصدى سيد عادل هيلعب الكرة بيوقف الوقت كابتن محمد لطفي بيقول له في مشكله بيستدعي عامل الملعب كابتن محمد لطفي
كان باك ليفت لعب لغزل شبين مع رحمة الله عليه كابتن خليل زكي مواليد 82 بدأ التحكيم من 99. الطاقم ده الاثنين مع بعض درجة أولى وبدأوا الاثنين مع بعض التحكيم سواء محمد لطفي أو محمد أبو حشيش. وادي التصويبة قوية من فيصل في المرمى معنية بدأ مشواره مع كرة اليد عبد الرحمن فيصل من نادي 6 أكتوبر مع محمد أحمد. تمرير 17-16 مباراة قوية جدا. سبورتنج عبد الرحمن فرج يلعب الكورة احمد عبد الله يسيب الكورة المودي اللي عايز يمرر يسيب الكورة كويس قوي الفرج اللي غير اتجاه الملعب كويس يشوط الكورة بره تروح للطيار. مرة تانية نعمان البدراوي الباك اليمين يعدي كويس قوي باهر البدراوي. 18 الاهلي 16 سبورتنج عملها كويس قوي البدراوي ياخد الكوره ويخترق كويس مع سرعته ان هو كانت الهجمه السريعه اصلا ويجري ويحرز الهدف. بدا مشواره مع كره اليد من نادي مدينه نصر احد اللاعبين اللي لعبوا لمنتخب 94 البدراوي يشوط الكره بره رميه حره لعب لمدينه نصر ثم انتقل للنادي الاهلي ومنه النادي الجيش لعب مع الكابتن طارق محروس ورجع مره ثانيه للنادي الاهلي. فرج تمرير لمودي عايز يعدي يلعب لاحمد عبد الله اللي عايز يشوط المره دي ياخد رميه جزائيه مع فيصل وبيوقف الوقت كابتن محمد لطفي. قرار سليم. للرمية الجزائية مودي الطيار مباراة فردية ما بين مودي والطيار وبينجح مودي ويحرز الهدف. هنا بقى الروح الرياضية هات الكرة في الإعادة هقول لك ليه هو راح سلم عليه. 18-17 لصالح النادي الأهلي. مرة تانية فيصل نعمان فيصل يلعب الكرة لزيزو كاستيلو يلعب الكرة على الدايرة يعمل معاه دفاع جيد أحمد عبد الرحمن. فيصل يلعب هيشوط الكرة من بعيد ياه في العارضة ويلم الكرة وتروح مرة تانية يجري على الدايرة لعمر محيي ويتعادل سبورتنج 18-18. في آخر الكرات ياه مش ممكن التعادل 18-18 في آخر ثانية من الشوط الأول في مباراة قوية ما بين الأهلي وسبورتنج في عالم المحترفين. عموما هنروح إلى استراحة قصيرة ثم نعود ونلقاكم مع أحداث الشوط الثاني. لا تذهبوا بعيدا ابقوا معنا إلى اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان عبر قنواتكم المفضلة دائما اون تايم سبورتس. مرة أخرى وأحداث الشوط الثاني اللي انتهى الشوط الأول في مباراة قوية ما بين الاثنين ما بين النادي الأهلي ونادي سبورتنج بالتعادل 18-18 يعني 36 هدف في 30 دقيقة يعني سرعة ما بعدها سرعة وإثارة ما بعدها إثارة هو ده اللي كان في الـ30 دقيقة الأولى من الشوط الأول. حقيقي المباراة سريعة أوي ما بين الاثنين تميز فيها الجري من الفرقتين بشكل جيد
سواء من الجناحين عن طريق كاستيلو وزيزو في النادي الاهلي وعن طريق عمر ايمن وعمر محي في نادي سبورتنج. كمان الدفاع اللي عمله النادي الاهلي في قفل المساحات على الدايره افاد كتير قوي دفاعات الاهلي، والتاثير الايجابي على عدم التمرير لشادي لاعب الدايره. لكن قبل ده عبد السلام انه لعب باحمد عبد الرحمن اللي بدا يفرق كتير باستلامه من على الدايره. في الشوط الاول اسلام حسن صانع الالعاب للنادي الاهلي لعب اكتر من كوره فيها مهاره فيها اختراق وفكره عالي قوي من اسلام حسن، زي الكره دي بالظبط. لاعب بيمتاز بالتصويبه من خطوه واحده ومن خطوتين وهكذا قدر انه يفيد بيها. كمان بدا طارق محروس يدفع بنعمان عشان تنشيط الخط الخلفي والاختراقات بالمهارات، وده فعلا حصل لانه الكرات اللي كان بيلعبها من على مستوى الخط الخلفي ومن على مستوى الاختراق نعمان والتناغم اللي عمله مع احمد عادل فات كتير. سيد محمد السيد خد المسؤوليه لحراسه المرمى بعد احمد وليد وتصدى لكورتين مؤثرتين. الطيار في المقابل عامل مباراه جيده وتصدى لكوره من الجناح اليمين بمهاره عاليه قوي لما قفل الزاويه. في كره كانت مؤثره جدا في الشوط الاول وانا يمكن قلت عليها، ودي كره مهمه جدا، لما مودي لعب رميه جزائيه واحرزها في الطيار وبعد كده راح سلم على مودي، عشان كده قلت لما تيجي في الاعاده هقول لحضراتكم ليه هو راح سلم عليه كانت في نهايه الشوط الاول. لانه دايما اللاعب اللي بيشوط الرميه الجزائيه لو شاط الرميه الجزائيه وكانت فيها خطوره على الحارس، يعني جت مثلا من جنب وشه وهكذا، بيروح يسلم عليه انه مش قاصد يلعب الكوره، بيقول له يعني انه مش قاصد وعايز يحرز الهدف، لكن طبعا مش قادر يلعب، مش قصده هو شخصيا، ولذلك كان اعتذار مودي للطيار. وهي دي بقى الروح الرياضيه الرائعه جدا اللي شايفينها في لقاء اليوم من الفرقتين، والاداء الرائع ما بين الفرقتين حقيقي، مستمتعين جدا في عالم المحترفين. مره ثانيه ياسين رمضان تروح سهله لسيد مودي اللي بيجري بيقود الهجوم، يروح في الجناح الشمال لعمر محي يتقدم سبورتنج 19-18. يرجع مره ثانيه ياخد رميه حره سيسه ينزل اسلام كصانع العاب، محسن رمضان باك يمين، ياسين باك شمال. تمرير اسلام يسيب الكوره لياسين لرمضان، يلعب الكوره لاسلام ياخد رميه حره مع سامح. مرة تانية نور خالد بيدافع جنب احمد عبد الرحمن، يطلع سيسه من الجناح الشمال يلعب الكرة لمحسن رمضان اللي هيشوط الكرة قوية تيجي بره. سيد يلعب الكرة لمودي يجري سبورتنج يعمل هجمة سريعة لفرج يرجع لمودي، بيقول لعبد الرحمن اقف هنا، فعلا وقف عبد الرحمن على الدايرة، لكن يلعب الكرة لفرج في الجناح عملها كويس قوي احمد السيد فرج من الجناح اليمين تمرير مودي. شوف في الاعاده التمرير اللي يعمل التغيير، هو في الشمال لعب الكوره في اقصى اليمين اهي، فعلا كوره رائعه في الاعاده. دخل فرج كابيتانو كابتن الفريق ويتقدم لسبورتنج بفرق هدفين 20-18. ابو حشيش اسلام تا
تمرير، يلعب الكرة لياسين، تقاطع محسن رمضان عايز يلعب الكرة كويس قوي على الدايرة، اللي بياخد رمية جزائية استلامها كويس قوي احمد عادل من رمضان، لاعب اعصر لاعب اشول بيستلم الكرة وياخد رمية جزائية، انتقل من نادي الجيش للنادي الاهلي هذا الموسم. في اصابة لاحمد عبد الرحمن، نزل له دكتور علي حسن للعلاج، لكن في خلال الدقيقتين 19 ثانية سبورتنج نجح انه يتقدم بفرق هدفين في اداء جيد من الدفاع والنقل الى الهجوم، عملوا كويس قوي في الكورتين دول حقيقي. اول كتاب لكرة اليد تم اصداره عام 1959 للاستاذ منير جرجس، قام عبد الرحمن، سلامات عبد الرحمن، لاعب عنده خبرات كتير عبد الرحمن، عادل بيعتذر له، هي دي زي ما بقول لحضراتكم الروح الرياضية بمعانيها. مرة تانية ويتصدى سيد محمد السيد في المباراة الفردية للرمية الجزائية، بدأ مشواره في كرة اليد سيد مع المشروع القومي للعمالقة مع الكابتن شعبان الأنور والكابتن عفت رشاد، ثم انتقل للنادي الأهلي ولعب بطولة العالم للشباب في المجر وحصل على سابع العالم. مشواره البداية كان في الأهلي، يلعب الكرة لشادي، يلعب الكرة بأداء غير عادي شادي في الكرة اللي فاتت، عايز يعدي ياسين ياخد رمية حرة. 21 سبورتنج، 18 الأهلي. عملها كويس قوي شادي في أول نزول ليه بعد عبد الرحمن ما خرج. مرة تانية تمرير، عايز يعدي يشوط الكرة إسلام، السهم يعني عمل الكرة حلوة قوي، بقول لحضراتكم من خطوة واحدة لما تيجي في الإعادة يقلص الفارق لفارق هدفين. إسلام حسن مرة تانية، تمرير عايز يعدي مودي، يلعب الكرة احمد عبد الله، هيشوط سامح لكن يتصدى الصمام عبد الرحمن، يلعب الكرة اسلام ياخد رمية حرة. عبد الرحمن طه اللي خد الشوط الثاني مكان الطيار، ادي كرة اسلام بالتمام. هي دي المهارات، نهى السكات من السبت فاتوا شوط. مرة تانية يلعب الكرة لياسين، عايز يشوط الكرة برة، بيشوط الكرة برة. عمر ياسين سامح يلعب الكرة المودي اللي عايز يعدي، يلعب الكرة حلوة قوي لفرج من الجناح اليمين، عملها كويس قوي اسلام، هو عنده المهارات عنده الحلول عنده الحلول اسلام، عمل خداع رائع. هنشوف عدى كويس قوي اسلام، اعتقد في عقوبة اهو، عدى كويس مع سامح، غير اتجاهه ورمى نفسه كويس قوي جوه الستة متر، كان واقف قدامه هنا نور
ياخد رمية حرة. اتنين وعشرين تسعتاشر مش رمية جزائية. مرة تانية خد ايقاف دقيقتين نقص عددي. تمرير عمر ياسين اسلام عادل. حلوة. شوف الاعادة هوش بايديه خداع رائع. بص هنا عمل ايه سيبت هوش عدى هو وفات شاط يحرز الهدف اسلام. المحور الايجابي جدا النهارده في هجوم النادي الاهلي اسلام حسن. يلعب الكره مودي ياخد رميه حره. الاخوان ياسين في الملعب مره ثانيه. تمرير عايز يعدي يلعب الكرة مودي يتصدى الصمام. عبد الرحمن يلعب الكرة صمام الأمان عملها كويس قوي لرمضان يلعب الكرة لسيسا يقلص الفارق النادي الأهلي. المباراة ماشية هدف لهدف وقوة القوة وسرعة لسرعة. أدي سيسا عملها كويس قوي من الجناح الشمال بدأ مشواره مع النادي الأهلي ثم انتقل إلى نادي الجيش ومنه للعودة مع مدربه الحالي كابتن طارق محروس. مودي يلعب الكرة. بقول لحضراتكم صمام الأمان. عبد الرحمن طه شال الكرة حلوة قوي اللي فاتت دي يتصدى السيد تصدي التصدي. الحارسين شالوا كورتين متتاليتين لو جت في الإعادة الاثنين. عبد الرحمن من الزاوية الأرضية والسيد من انفراد تام منع هدف هام. مرة تانية كرة عبد الرحمن كانت كرة مؤثرة قوي قوي قوي. ياسين الاخ الاصغر يلعب الكرة في التقاطع لمودي تروح مرة تانية. احمد عبد الله لمودي اللي عايز يشوط ياخد رمية حرة. محمد ياسين ادي الكرة بتاعت رمضان مع السيد. قبليها بقى كانت كرة عبد الرحمن كانت كرة مؤثرة جدا لكانت الاجمل سبورتنج. يلعب الكرة على الدايرة مودي لكن تروح على هجمات الاهلي. عايز يعدي اسلام استلمها اسلام يمر اسلام يتعادل اسلام. 22-22 اسلام حسن. طارق محروس ومحمد يحيى طبعا كرة مهمة جدا صيام عن التهديف لسبورتنج كانوا فرق ثلاث اهداف كانوا 22-19 بقى 22-22. محمد ياسين كصانع العاب مودي باك شمال يغير اتجاهه يرجع مرة تانية كباك شمال. مودي يجهز لمحمد ياسين اللي عايز يعدي يلعب لسامح يدخل سامح ويخترق ويحرز الهدف. التقدم لسبورتنج. رمضان يمر رمضان رمضان يتعادل محمد محسن رمضان مواليد 98 حصل على ثالث العالم مع مدربه طارق محروس الحالي في بطولة العالم للشباب. مرة تانية مودي عايز يعدي يلعب الكرة كويس قوي الفرج اللي يحرز الهدف. لسه طارق محروس كان بينبه عليه. 24 سبورتنج
23 الاهلي. مباراة كبيرة النهاردة، كابتن الفريق فرج بيلعبها لسبورتنج. اسلام يلعب الكرة عمر ياسين، يكمل لرمضان، يلعب الكرة في الجناح، يلعب الكرة في العارضة، عمر سامي مودي يجري سبورتنج بكل خطوطه، عايز يلعب الكرة لفرج، لكن عمل معاه رمية حرة المرة دي سيسا. بص هنا الجملة واضحة قوي، قال له زي ما انت واقف كده ما تتحركش. طارق محروس حلو قوي الكادر اللي فات. 24 سبورتنج 23 اهلي. محمد ياسين شادي يلعب وينزل على الدايره، مودي صانع العاب، صمام الامان عبد الرحمن حصل على رجل المباراه في مباراه السويد. الحارس في بطولة العالم للشباب مرة تانية. مودي يلعب الكورة، فاول مهاجم تتنقل للنادي الاهلي. عبد الرحمن يلعب الكورة في الباك الشمال، يعدي اسلام، عنده مهارات، وقف السرعات. كرة حلوة قوي ما بين اسلام وشادي، بيعترض شادي يعني، بيقول الحكم انه عمل اربع خطوات، فاسلام وقف قال له فين طيب. حلوة كرة حلوة، لغة الحوار ما بين لاعبي كرة اليد طبعا معروفة طبعا بالنسبة لحضراتكم. دعابة كده كاد ياسين يلعب حلوة قوي، العادل ياخد رمية حرة، ياخد رمية حرة. أصعب حاجة في الدفاعات لما يكون لاعب الدايرة أشول زي عادل، لما بيستلم الكرة دايما بيلف عكس اتجاه لاعب الدايرة، يعني اللاعب اللي بيلعب الكرة بإيده اليمين ما يلفش على الشمال، يلف على اليمين، هو هنا بقى بيلف العكس، هنا صعوبة الدفاع عليه، عشان دايما المدافعين بتاخد ان لاعب الدايرة هيغير اتجاهه مع اتجاه ايده اللي بيشوط بيها. مرة تانية عمر سامي عايز يعدي، يلعب الكورة لإسلام، جملة تكتيكية في المرمى معنية من عمر سامي، عملها كويس قوي. 24-24 عمر سامي أحد اللاعبين اللي شاركوا في الحصول على الميدالية البرونزية أيضا في بطولة العالم للشباب الماضية. بيلعب دلوقتي سبورتنج باتنين على الدايره. هنشوف الجمله التكتيكيه اللي عايز يلعبها ايه، ياخد رميه جزائيه، يبقى هنا ما كانش عنده نقص عددي. عبد السلام زود باتنين لاعبين للدايره عشان يعمل ثغره هجوميه. بص طارق محراك، الكرة اللي فاتت هو عنده مشكلة في الدفاع في الجبهة اليمين لسبورتنج، في الهجوم نازل الطيار. ادي اسلام، حلوة بقى اللقطة دي، ايوه ايوه ايه صح، ما عملتش طبعا اربع خطوات، لقطة كوميدية جدا طبعا. الاثنين من اسكندرية وعارفين بعض واصحاب بعض، كل لاعبي كرة اليد عموما بينهم روح رياضية عالية في كرة اليد المصرية. مباراة فردية ينجح فيها المرة دي يا مودي. محمد هشام البسيوني، لن انسى لك هدفك في السويد في اولمبياد ريو دي جانيرو، لما فزنا على السويد في اخر ثانية بايد بسيوني، بالظبط كان باقي 7 ثواني واحرز بسيوني الهدف ونزل المصري، وكان بره هو في البدلاء يعني بياخد الدفاع مكانه، ونزل وكانت الفوطة بتاعته على كتفه من الحماس الزايد لاولاد المحروسه. مره تانية عايز يعدي، يلعب الكره رميه حره، ادي في الاعاده، وقف قدامه كويس قوي هنا نور خالد، يرجع رمضان
الزلمه لعب سلبي من حكماء اللقاء ابو حشيش ولطفي، عاملين مباراه كبيره الحكمين. مره ثانيه ياسين بيلعب الكوره، رمضان اسلام الثبات يشوط لكن تروح لسيد، يجري مودي بيقول له جاري الملعب عبد السلام، فعلا بيعدي عايز يمرر الكوره في الجناح ولا في الباك، تتلعب فعلا في الجناح لكن وقف خلاص، قال وقف خلاص. 25-24 بيسحب له الملعب، فعلا يسحب الملعب، تروح لفرج رميه مرمى، رميه مرمى عبد الرحمن، رمضان يلعب الكره لاسلام شادي، لكن هنا بذكاء غير عادي من اسلام يعدي رمضان. رميه حره، عمل ايه بقى اسلام؟ شادي عايز ياخد منه فاول مهاجم، اتحرك خطوه، لو جت كمان مره تاني في العاده لما يتحرك المدافع ما تبقاش فاول مهاجم، لازم يبقى ثابت. اسلام ما اتحركش ولا خطوه فوقف مكانه، فبان تقدم شادي لاسلام. عايز يعدي اسلام، يرجع مره تانيه ياسين يلعب الكوره، محسن رمضان عايز يشوط الكوره، يلعب لاسلام يقف قدامه نور، اذا انا بلعب سلبي من حكماء اللقاء، قافلين المساحات، قافلين التصويبات، عاملين التغطيات، لاعب سبورتنج. اذا انا بلعب سلبي من حكماء اللقاء، عايز يلعب الكوره، محسن رمضان يتعادل، محسن رمضان عملها كويس قوي، بدا مشواره مع كره اليد من نادي هليوبلس ثم انتقل الى النادي الاهلي. 25-25 نص الشوط الثاني، المباراه دي شكل ثاني في عالم المحترفين، قويه سريعه ومثيره. مودي عايز يلعب الكره من وراه، يلعب الكره حلوه قوي لشادي، اه لامس خط 6 متر، لامس خط 6 متر. الصمام يلعب الكره للسهم، يلعب الكره لياسين، عايز يلعب الكره على الدايره، سيد تروح مره ثانيه، التعادل سبورتنج، يلعب الكره مودي بره، تمريره بره. عبد الرحمن يلعب الكره اسلام كويس قوي لعمر سامي لكن وقف، سمع كلام طارق محروس. سيسا ينزل فيصل، يبقى كده طارق محروس عايز يصوب من الخط الخلفي بالباكين وصانع الالعاب، يعني خلي اسلام وفيصل ومحسن رمضان التصويب عندهم جيد يقدروا يعملوا ده. يلعب الكره على الدايره حلوه قوي، لما تيجي في الاعاده ايه اللي حصل؟ بيستلم الكره لاعب اشول اهو، هيلف ازاي؟ على ايده الشمال، يصعب الدفاع عليه، خلاص يا رميه جزائيه يا هدف، يحرز الهدف. عادل 26 اهلي 25 سبورتنج. محمد ياسين يلعب الكره المودي، شادي على الدايره، فيصل بيراقبه، نزل له كمان جيمي، محمد جمال، سامح قافلين المساحات، عايز يعدي ياسين يلعب لسامح، اه رميه حره، رميه حره. يوقف الوقت الحكم. طيب لو جت في العادة نشوف ليه هو هنا سامح بيتكلم وكابتن ابو حشيش بيقول له انك في اربع خطوات، ادي الكورة، خد الكورة واحد اثنين ثلاثة، مظبوط مظبوط. هو هنا جيمي قابله في الخطوة الرابعة وهو بيمرر الكورة لشادي، ما يدلوش اتاحة فرصة، لو كانوا ثلاث خطوات بس كان ادى اتاحة فرصة، قرار سليم من ابو حشيش. يلعب مودي، يلعب حلوة قوي لياسين، محمد ياسين عملها كويس قوي، مواليد 91، لعب بدايته في النادي الاهلي، انتقل بعد كده للجزيره ثم اليوبلس ثم الجيش ثم سبورتنج. 26-26 التعادل. تمرير 52 هدف في 47 دقيقه، يعني مباراه سريعه. فيصل يحرز الهدف، فيصل
27 26 يلعب الكوره تتقطع تروح للنادي الاهلي. ميس باص رايح اسلام في انفراد تام مع السيد اسلام حسن. اسلام حسن صاحب الاداء الحسن اليوم. اتقطعت الكوره لو جت في الاعاده من عند التمرير. المشكله كانت هناك في الميس باص. عبد السلام زعلان المدير الفني للسبورتنج. طارق محروس بدا طبعا يرجع له اللقاء مره ثانيه. هيلعب دلوقتي عبد السلام باتنين لاعبين على الدايره، ما عندوش نقص عددي، يعني المرمى في حارس. نزل حسام خضر الجناح الشمال للسبورتنج. محمد ياسين يلعب الكوره تحت شادي. كل ده عشان يعمل زياده، عايز يعدي مودي يا بالمهارات نهى العبارات. خد رميه جزائيه وفات اللي فات. شوف في الاعاده ادي مودي قدامه فيصل، هوش برست ايديه، دي صعوبه الدفاع عليه. عدى كويس قوي برجليه. ده ايه كره اليد؟ اساس المحور الاساسي هي تحركات رجلين وتصويبات بالايدين. يشوط الكره مودي ويقلص الفارق لهدف. 28 اهلي 27 سبورتنج. 55 هدف في اقل من 50 دقيقه، يعني المباراه قويه جدا وبالاثاره معنيه. والقناه اون تايم سبورت، عالم محترفين اليد. ياسين عادل يلعب الكره الاسلام، نقص عدد للنادي الاهلي. رمضان عايز يفوت، يشوط محسن رمضان مواليد 98، حصل على الميداليه البرونزيه في بطوله العالم شباب المضيه، تروح للشادي. اداؤه غير عادي. شوف الاعاده استلم الكره ازاي، تحركه رائع لاعب الدايره. تسعة وعشرين اهلي 28 سبورتنج. الفرق هدف. عبد الرحمن بيغير، محي صلاح مدرب الحراس للنادي الاهلي. بالمناسبة كان حارس منتخب مصر للشباب عام 1993 هنا في مصرنا لما حصلنا على بطولة العالم للشباب مع شمس كرة اليد المصرية رحمة الله عليه كابتن جمال شمس. في الوقت ده كان احد الحراس لمنتخب الشباب. رمضان ياسين، الفرق هدف. يقطع من الدايرة عادل يلعب الكرة لعمر ياسين اللي يلعب الكرة الإسلام، يرجع مرة تانية عمر ياسين. عمر سامي قطع من الجناح اليمين، يعدي إسلام عايز يمر ياخد رمية حرة. المرمى خالي للنادي الأهلي، لسه ما اكتملش. يقطع عمر ياسين عايز يعدي رمضان، ياخد رمية حرة، ياخد رمية حرة. بيوقف الوقت أبو حشيش قبله كويس هنا محمد ياسين. أحمد عادل بيوقف بياخد تمركزه كله تحت رمضان. 29 أهلي 28 سبورتنج. عمر سامي يلعب الكرة يغير اذا انا بلعب سلبي عشان ينزل الحارس. يلعب على الدايره العادل، بص عايز يلف ازاي، مين بقى دافع عليه؟ لاعب اشول عارف ازاي يدافع عليه لانه زيه، عارف ان اللاعب الاشول لازم يلف عكس اتجاه اي لاعب ايمن. هو لاعب اشول، الاثنين دافعوا على بعض اهو. وقف قدامه كويس قوي، عايز يلف ازاي اهو على ايده الشمال
لو لاعب دايره بيشوط بايده اليمين هيلف العكس، يعني لو نزل بص شفنا شادي او عبد الرحمن يلف العكس. وتصويبه قويه، رميه جانب، رميه جانب، قرار سليم من لطفي. يلعب رامي الجانب، حسام خضر حب يقطع الكوره. حلوه اللقطه دي، كل اللاعبين بيكلموا بعض عشان المدافع بيكلم اللي جنبه عشان المهاجم ياخد اسلام الكوره. يلعب الكوره لعادل، ياخد رميه حره، ياخد رميه حره. ايزانا بلعب سلبي من حكمان اللقاء، نزل الطيار هياخد اخر 8 دقائق. الشوط من الثبات، رامي الجانب، ايزانا بلعب سلبي، يلعب الكرة حلوة قوي. الشبلاح العاب الهوا، يا هوا يا هوا، اسلام في الهوا، يلعب الكرة في الهوا، يحرز الهدف وهو في الهوا. ادي من اعلى نقطة يزيد نقطة للاهلي، 30-28، فرق الهدفين. بياخد عبد السلام الوقت المستقطع لنادي سبورتنج عشان يدي التعليمات. نتابع مع بعض هيقول ايه عبد السلام، هيقول ايه طارق محروس، نتابع مع بعض. بينتهي الوقت المستقطع اللي طلبه كابتن عبد السلام المدير الفني لنادي سبورتنج. على مستوى اقوى دفاع في عالم المحترفين وبعد المرحله الثانيه اللي احنا بنلعب فيها الان، سبورتنج بيجي بالمناسبه في اقوى خط دفاع، يحتل المركز الاول، بيجي النادي الاهلي في المركز الثاني، والزمالك الثالث، والاولمبي في الرابع، والجيش في الخامس، واليوبلس في السادس، والطيران في السابع، والزهور في السابع، على مستوى افضل دفاع. مرة تانية بيلعب باتنين على الدايرة، تروح الكرة لفرج، اللي يلعب الكرة فرج. عبد السلام بيلعب باتنين لاعبين على الدايرة، يقلص الفارق لاعبي سبورتنج لهدف. 30-29، قمة الحماس والإثارة في عالم المحترفين في نادي الأولمبي في صالة الأولمبي، الأهلي وسبورتنج. فيصل يلعب لإسلام، عايز يمر، يلعب لفيصل اللي شوط، يتصدى السيد، تروح مرة تانية نور خالد، يقعد بالكورة هنا الضرورة زي ما قال له عبد السلام، ما يجريش، هو في اللعب المنظم بيفيد كتير. هيغير، هيخرج ياسين عشان ابو حشيش التيشيرت، هيغير التيشيرت محمد ياسين. طبعا ما ننساش مباراة سلوفينيا لما الأيقونة الذهبية غير 4 مرات التيشيرت احمد الاحمر امام سلوفينيا، في اخر مرة قال له هجيب منين. فعلا كانت مباراة كبيرة جدا، وصعدنا بعدها لدور الثمانية وقلنا لهم باي باي سلوفينيا، احنا في دور الثمانية هنا في ارض المحروسة. 30 الاهلي، 29 سبورتنج،
محمد يحيى بيتكلم مع الكابتن طارق محروس. الفرق هدف لصالح النادي الاهلي. الكره اللي فاتت تصدى ليها سيد محمد السيد، هيدي اذانا باللعب ابو حشيش. نزل ياسين، هيلعب خلاص، بيلعب لعب دايره واحد. رجع مره ثانيه عبد الرحمن، هيغير لا المرمى خالي دلوقتي، المرمى خالي، يحرز هدف خالي والمرمى خالي. احمد عبد الرحمن ينزل سيد محمد السيد وبياخد الوقت المستقطع. كابتن طارق محروس اهو جمله تكتيكيه من الزياده العدديه اللي فرضها سبورتنج بنزول احمد عبد الرحمن. طارق محروس ياخد على طول الوقت المستقطع للنادي الاهلي عشان يدي التعليمات. نتابع مع بعض هيقول ايه. بينتهي الوقت المستقطع اللي طلبه كابتن طارق محروس. بدء الدوري العام رسميا لكرة اليد المصرية كان عام 1961. اشترك فيها الجزيرة والجيش والسكة الحديد والتوفيقية وسموحة والزمالك، وده كانت البداية من 58 إلى 61 البداية الحقيقية. تمرير، يلعب الكرة فيصل، تقاطع رمضان، يلعب حلو قوي العادل على الدايرة ويحرز الهدف عادل. تقاطع الخط الخلفي، هنا بقى النقطة المهمة. شوف كده في الإعادة، الخط الخلفي الباكين مع صانع الألعاب عملوا التقاطع مع حجز الدايرة. أدي رمضان بقى آخر لاعب خد الكرة من يعني بعد ما صانع الألعاب والباك الشمال جيم من ورا بعض، سابوا الكرة لرمضان اللي دخل انه يشوط يلعب الكرة العادل. 31-30 المرمى خالي لسبورتنج. عبد الرحمن الزيادة العددية اللي فرضها دلوقتي عبد السلام، بيهاجم باتنين لاعبين فرج. يرجع مرة تانية عبد السلام بيقول له انزل تاني على الدايرة. نزل شادي يلعب الكرة لشادي، لكن ياخد رمية حرة. هيخرج عبد الرحمن، هينزل سيد محمد السيد ومش هيهاجم بلاعب زياده دلوقتي. حسام خضر يقطع من الجناح الشمال، اذا بلعب سلبي. مودي يتصدى الطيار، يتصدى الطيار، كره مهمه جدا من الطيار في اخر الدقائق. ما ننسلوش اخر الدقائق لما بيكون رايق الطيار. مباراه المجر لما تعادلنا مع المجر في بطولة العالم في 2019 وتأهلنا عشان نلعب على المراكز من 8-1 من الثامن للأول. مرة تانية عايز يعدي فاول مهاجم على محسن رمضان السيد، يلعب الكرة لمودي. الفرق هدف لصالح النادي الأهلي. هيهاجم مرة تانية سبورتنج بعد ما كان نازل عبد الرحمن، رجع حسام خضر قطع من الجناح الشمال وهيرجع تاني على الجناح الشمال. فعل، رجع سامح يلعب الكرة لياسين لمودي اللي يعدي مودي وهيخاف دقيقتين. شوف الكرة في الإعادة، المهارة عملت إفادة. آدي مودي ينط برجله اليمين ويشوط الكرة بإيده اليمين، المفروض دايما اللاعب يشوط الكرة بإيده اليمين، ينط على رجله الشمال. هنا مرونة ورشاقة من مودي الباسيوني. يتعادل السبورتنج 31-31، مباراة قوية جدا.
مرة تانية نادي الاهلي. اسلام يلعب الكورة محسن رمضان، نقص عدد للنادي الاهلي، عايز يعدي اسلام، قافلين الدفاعات. سبورتنج فيصل يلعب الكورة لجميع، ياخد رمية حرة، عامل شغل كبير قوي قوي نور خالد. فيصل عايز يلعب الكرة بره، بره كان عايز يلعب الكرة لجميع على الدايرة، إذانا بلعب سلبي من حكمي اللقاء محمد لطفي ومحمد أبو حشيش. مرة تانية إسلام يلعب الكرة حلوة قوي لفيصل، بيشوط الكرة ياخد رمية حرة، بيستدعي قام اسلام. بيستدعي عامل الملعب كابتن محمد لطفي في الكرة دي. 31 بشكل كامل سبورتنج بيلعب دفاع جيد جدا، والاحصائيه طبعا اللي بتقول لنا ان هو افضل دفاع في عالم المحترفين فعلا، لانه قافل المساحات كويس قوي، عارف بيلعب كويس قوي ما بين نور ما بين سامح ما بين شادي. اسلام هو اللي عنده الحلول، اسلام حسن هو اللي اكتر لاعب عنده الحلول. بيقطع سيسه من الجناح الشمال، عايز يعدي عبد الرحمن. 31 يرجع مرة تانية سيسى على الجناح الشمال، فيصل يلعب الكورة يعمل معاه رمية حرة، محمد ياسين مرة تانية بيوقف الوقت الحكم، بينذر الدفاع لسبورتي، لازم 3 متر يطلع اسلام يشوط من بعيد، عنده الجديد اسلام، السهم عملها كويس قوي. بقول لحضراتكم لاعب عنده مهارات تفيد، بالتاكيد الاعاده هي اللي بتقول. شاط الكره من الثبات، سامح يتصدى الطيار، الطيار الطيار، مهاره الحارس. اخر الدقايق شال كورتين مؤثرتين الطيار، منهم الكرة دي بالتحديد. رمضان اسلام، فيصل عايز يعدي يسيب الكرة لمحسن رمضان، حجزه كويس قوي عادل، لكن اسلام رجل المباراة في وجهة نظري اليوم من النادي الاهلي اسلام، والاداء الجماعي لسبورتي، وبياخد وقت مستقطع كابتن محمد عبد السلام عشان يدي التعليمات للاعيب سبورتنج. ادي كرة في الاعاده هايله، نتابع مع بعض هيقول ايه. بينتهي الوقت المستقطع اللي طلبه عبد السلام، مواليد 89، كانت بدايته لعب كرة اليد، اعتزل عام 2000 على مستوى التدريب، هو درب سبورتنج في مراحل الناشئين الفريق الاول طبعا، وحصل معهم على ثالث افريقيا. محمد عبد السلام مرة تانية تروح الكرة، سامح يلعب الكرة المودي، عايز يعدي مودي، يرجع بالكرة يسيب لي سامح اللي عايز يشوط، هو هنا عنده المهارات اللي يشوط بيها. يلعب رمية حر، قابله فيصل، شادي يلعب لمودي اللي يلعب الكرة يتصدى الطيار بالجراند كار، ويلعب الكرة سيسة، كوره قوية الطيار. شوف الإعادة، طراز الكبار قلت له كده من المجر في 2019
لا هات التصدي، هات التصدي بتاع الطيار هو سبب الهدف ده اللي لم يكن اهم هدف، هدف الاطمئنان طبعا. مرة تانية يشوط من بعيد، ترجع مرة تانية المودي يشوط الكرة ويحرز الهدف مودي في اخر ثانية لينتهي اللقاء 34-32 لصالح النادي الاهلي في مباراة قوية جدا جدا ما بين سبورتينج وما بين النادي الاهلي، ويضيف الاهلي لرصيده 3 نقاط ليصبح 37 نقطة ويبقى رصيد سبورتينج 29 نقطة. عموما بنقول هارد لك لسبورتينج وجهازه الفني كابتن محمد عبد السلام، نبيل احمد، محمد عبد العزيز، علي حسن، ورئيس الجهاز كابتن علاء الصعيدي. بنقول مبروك للنادي الاهلي والجهاز الفني طارق محروس، هاني الناجدي، محمد يحيى، محي صلاح، مهند السحيلي، ومحمد ابراهيم، ورئيس الجهاز كابتن ياسر الرملي. الى ان القاكم في مباريات اخرى قادمه في عالم المحترفين للرجال وابطال اوروبا للرجال والسيدات والدوري الاوروبي للرجال والسيدات حصري هنا على اون تايم سبورت. تقبلوا تحياتي، كان معكم